السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير. إخواني أعتذر على الإطالة، الله غالب إنسان كان خدام ما كانش كاين الوقت باش يقدر يدير فيديو. وفي نفس الوقت هذا رد لبعض الناس اللي تهمونا، كاين البعض يقول لك أنت عامل، كاين البعض يقول لي أنت مدخلي، كاين البعض يقول لي أنت علماني، كاين البعض يقول لي أنت من المتفرنسين، كاين البعض رجعني تابع للماك، كاين البعض قال لي بلي أنا عامل تاع السعودية. شنو هذا خاوتي؟ علاش داروا هاد الاستنتاجات؟ خاطرش الله غالب تقبلوا الفكرة اللي داروها لهم هذوك الإعلاميين، هذوك العملاء اللي يخدموا المصلحة بين المصلحة اللي يخدموا لها. إذن ما يقدرش يغير هذيك الفكرة، خلاص ما يفكرش، ما يحبش يفكر. وهذا هو المشكل الكبير اللي طرحه مالك بن نبي رحمه الله في المشكل تاع الأزمة الحضارية تاع المسلمين، ولاو ما يحبوش يفكروا، يحبوا الناس تفكر في مكانهم. إذن الجواب اللي يلقاه وأسرع جواب يلقاه لك سواء يقول لك عامل، سواء يقول لك نظرية المؤامرة والحكايات هذوك. من بين الأمور الغريبة اللي لاحظتها تانيك في التعليقات، كاين البعض قالوا لي راك دير فيه إشهار لصابر مشهور، حب يقول أنا راني ندير بيبليسيتي لصابر مشهور. إخواني مع كل احتراماتي بصح هذا استنتاج غبي. السيد عنده فايت نصف مليون مشترك، في القناة تاعنا عندنا 1500 مشترك. إذن كيفاش ندير له بيبليسيتي؟ كيفاش ندير له اشهار؟ ومعظم المتابعين تاع القناه ومعظم الجزائريين، ونقدر نقولوا بلي تقريبا كاع الجزائريين اللي تبعوا السياسه كامل سمعوا بصابر مشهور. اذا كيفاش درت له اشهار؟ كيفاش سمعوا بصابر مشهور؟ بالمسرحيه اللي داروها لنا هو والعربي الزيطوط، هذيك المسرحيه تاع شاهد ما شافش حاجه تاع عادل امام، تاع زعماتك هو طلب بمناظره زيطوط وزيطوط خاف منه. اذا استقطب الكثير من المتتبعين ودار بلاصة في وسط المجتمع الجزائري، حتى ولاو الجزائريين الآن يبعثوا له يطرحوا له الأسئلة. الناس اللي ما تحبش تفكر ريبورتون الانترنت راهو قدامها، كلش راهو كاين، تقدر تعبس قفلة باك دير بحث وتقرا، ماشي حتى يجي صابر مشهور يتمسخر بك ويهضر لك واش يحب هو من التاريخ اللي كان بعض الكلام اللي يقولوا حقيقة بطبيعة الحال حقيقة، بصح كاين بعض الكلام الآخر اللي يقولوا ماشي حقيقة. إذا حاول تفهم وحدك. إذا كيفاش راني ندير له في إشهار؟ يعني يا إخواني هذا سؤال غبي بالنسبة لي، لازم احنا نحاولوا نبينوا بعض الأمور. المهم راح نخليكم أخوتي تسمعوا الكلام مالك بن نبي رحمه الله، يعني في المحاضرة تاعو اللي دارها في قسنطينة سنة 1970. ومحاضرة هذه يعني راني حطيت له لين تاعها في فيديو من الفيديوهات السابقة، محاضرة رائعة أخوتي، ننصحكم تسمعوها، لكن نخليكم تسمعوا بعض الكلام باش موراها نكملوا نحضروا. أخبرنا بكلمة وجيزة إلى موضوع الحديث من زاوية خاصة، وهي الأزمة الحضرية التي تسيطر على العالم الإسلامي أو في المجتمع الإسلامي منذ أمد. سنرى نحاول أن نحدد نقطة انطلاقه في الزمن، ومرت السنون بل مرت القرون، وغطى المجتمع الإسلامي وغطت الأمات الإسلامية في نوم طويل في تلك العصور التي رأينا في دراسة نشرت بالعربية تحت عنوان وجهة العالم الإسلامي أن نعنونها بعصر ما بعد الموحدين، ذلك العصر الذي تولدت فيه في هذا العالم الإسلامي تلك الأمراض التي كانت تنادي من بعيد إلى الاستعمار. فنشأ عن هذا في العالم الإسلامي أمراض سميتهما في وجهة العالم الإسلامي الشيئية والتكديس. الشيئية والتكديس يعني نقرر ضمنا أو علنا
أو صراحة نقرر لما تحضر أمامنا مشكلة أو تواجهنا مشكلة نقرر أننا سنحلها بأخذ الوسائل من عالم الأشياء، مثلا كما كان يرى السيد جمال الدين الأفغاني، لو كان عندنا ما يكفي من رشاشات وما يكفي من بنادق في نظره يكفيها، تأن أنه بالغ في الشيئية، بالغ في الشيئية إلى حد أنه قال يوما أثناء إقامته بالهند لجماهير هندية وإسلامية طبعا إسلامية، لو كل هندي كرمكم الله بصق في البحر لأغرقتم جزر بريطانيا. يعني إذن أصبحت الأشياء بسيطة، اللغة، لأن اللغة التي استعملها جمال الدين الأفغاني للتغيير هو أن نستورد سلاح مثلا من مصانع الأعداء والخصوم كي نقلب عليهم الوضع، وهذه خرافة من ينتظر، هذه خرافة المسجون الذي يطلب من ساجنه أن يسلم له مفاتيح السجن. إذن مالك بن نبي رحمه الله تكلم عن الأزمة الحضارية وحدد نقطة انطلاق هذه الأزمة عبر الزمن، وتحدث على النوم الطويل اللي قعدت فيه الأمة الإسلامية لمدة قرون، تلك العصور التي رأى فيها مالك بن نبي رحمه الله بعد دراسته في كتابه وجهة العالم الإسلامي، وهي عصر ما بعد الموحدين. يعني كل العصور اللي جات مور عصر الموحدين كان يسميها مالك بن نبي عصور الانحطاط، وهذه في كامل الكتب تاعو، والفهم يفهم. يقول ذلك العصر الذي تولدت فيه لدى العالم الإسلامي تلك الأمراض التي كانت تنادي من بعيد للاستعمار. هذا كلام مالك بن نبي رحمه الله إخواني. وباش يجوا الآن غبي كما صابر مشهور ولا ناس كما هادوما يكذبوا كلام عالم كبير ومفكر كبير كما مالك بن نبي رحمه الله، نقول لكم ما عندنا حتى هضره معكم. تكلم مالك بن نبي عن الشيئية والتكديس، حبي يقول إذا جاءتنا مشاكل راح نحلوها بأخذ الوسائل من عالم الأشياء. كيفاش؟ ضرب مثل بجمال الدين الأفغاني الذي كان يظن أنه إذا امتلكنا أسلحة جيدة هذا الشيء راح يكفي ويكون كافي لإقامة نهضة. وكلام مالك بن نبي واضح إخواني، يعني جمال الدين الأفغاني كان يقول نستورد السلاح من مصانع الأعداء ثم ننقلب عليهم، وقال مالك بن نبي كلمته المشهورة وهذه خرافة المسجون الذي ينتظر من ساجنه أن يسلمه مفاتيح السجن. هذا الشيء خوتي، هذا وش يصرى في العالم الآن. عمي الصالح رحمه الله ربي يرحمه ويغفر له تهلا مليح في البلاد، قوة مليح الجيش تاعنا، رجعنا بلاد قوية، حب يقول بلادنا مهابة، عندنا جيش قوي، عندنا أسلحة قوية. لكن الفكر، ولازمنا احنا دوكاتيك نحكموا المشعل، لازمنا احنا يا خوتي ما نستناوش النظام، ما نقعدوش نستناو في النظام. النظام الان احنا لازم نعاونوا الرئيس تاعنا، لازم نعاونوا الرئيس تاعنا، ولازم نحاولوا نوقفوا معاه وما نبقاوش نهضروا غير على الاخطاء. ماشي مليح اخواني، العلماء الكبار يقول لك ما يجوز لكش تحضر على اخطاء تاع الحاكم تاعك امام الناس امام الملأ، ما يجوز لكش راح تدير فتنه. نحاولوا نكونوا اذكياء في طرح الامور، نحاول نكونوا اذكياء كيفاش نعالجوا بعض القضايا. كاين البعض يقول لك الرئيس تاعنا الان راهو تعامل مع اردوغان واردوغان خائن. يا اخواني باش نتفاهموا، العلاقات الاقتصاديه والتبادل التجاري امر، والامور اللي نعرفوها حنايا ولعلمكم الرئيس تبوني يعلمها جيدا والمخابرات تاعنا تعلمها جيدا، على بالهم كاع باردوغان، باللي اردوغان ما يقدرش يتاخذ قرار بدون ما يشاور حلف الشمال الاطلسي، راهو تابع للناطو ما يقدرش يتخذ قرارات وحده يا ناس.
يا ناس بركة وما تأمروا في صابر مشهور وفي معتز مطر وفي هذوك الخوانة. أردوغان ما يقدر يتاخد حتى قرار وحده، وراح نزيدو نديرو دي فيديو خاطش راهم يبوسيو فينا باش نبقاو نديرو في هذوك لي فيديو. ما يقدر يتاخد حتى قرار لوحده، الدولة تاعنا على بالها بهذا الشيء. بصح ما يقدرش يجي تبون يخرج لكم في التلفزيون ويقول لكم نعلم أن أردوغان خائن. ما كاش منها هادية سياسة بكيف هيجي يقول لكم هكذا، ما كاش منها، ما يقدرش يقولها، لكن حنا نقدر نقولوها. بصح أنا باش نجي ننتقد الرئيس تاعي وننتقد الرئيس تاعي أمام العالم وأمام الناس باش ندير فتنة، أنا ما ننتقدش الرئيس تاعي. لما ننتقد نحاول نكون ذكي ونحاول نطرح الفكرة من جانب آخر، خاطش هذه هي العلماء الكبار هكا يقول لك باش تحافظ على بلادك. رانا شفنا اللي كانوا ينتقدوا في الرؤساء تاعهم وكانوا ينتقدوا فيهم امام العالم وصارت فتنه كبيره، وشفنا بلدانهم كيفاش ولات. اذا حافظوا على بلادنا خاوتي، المصلحه العليا تاع الوطن خير من المصلحه الشخصيه. لازم نحو يعني الاختلافات تاعنا الخفيفه هذيك نحطوها جانبا ونلتو بالمصلحة العليا تاع الوطن، خاطش الوطن تاعنا راهو في خطر ومازالو في خطر إخواني، وراح نحاولوا نبينوا هاد الأمور. إذا كما قلنا مالك بن نبي رحمه الله تكلم على خرافة المسجون الذي ينتظر من سجينه أن يسلمه مفاتيح السجن، وهذا على جمال الدين الأفغاني اللي كان يقول نستورد السلاح من مصانع الأعداء ثم ننقلب عليهم. مالك بن نبي تكلم على هذا الأمر سنة 1970. عقيدة الإخوان المسلمين يا خاوتي هكذا دايرة، يقول لك احنا نستعملوهم ونحن مستعدون للتعاقد حتى مع الشيطان، ورانا تكلمنا على هذا الامر سابقا وكلش راهو موثق بالفيديوهات ما كذبناش عليهم. يقول لك نحن مستعدون للتحالف حتى مع الشيطان باش نوصلوا المبتغى تاعنا، ولما نوصلوا المبتغى تاعنا ونصبحوا اقوياء ندوروا عليهم. باش تدور عليهم انتايا؟ كما دار زيطوط لما قال شجع يعني في ضربه تعليبي على الاستعانه ببرنار اوري ليفي، وقال بعد ما نستعينوا به ونقضيوا على القذافي رانا رايحين نطردوا برنار اونري ليفي. ورانا شفنا لما سقطت ليبيا شكون اللي دخل ليبيا، دخل ساركوزي ودخلوا هذوك الناس اللي رانا تكلمنا عليهم سابقا. اذا ما داروا والو، وهذا الشيء ايضا داخل في كتاب ميكيافيلي اخواني اللي راح نتكلموا عليه باذن الله اليوم ان شاء الله العشيه. ومثل ما فعل ويفعل اردوغان استعان بهم واستعان بالمغضوب عليهم ورضاهم خوتي، وهم من مكنوا له، هما اللي مكنوا له باش رجعوه كما راهو الان، ودارونا هاد الصوره العظيمه تاع اردوغان والبطل وكذا وكذا، كلش مخدوم اخواني. الاخوان يطبلوا ويقول لك هو فعل ذلك لكي يخدعهم. شغل لما احنا نديروا لي فيديو، وراح دوك نديروا لا فيديو هذيك لما شارون يتمسخر به هو في قمه الدل والانحطاط، يقول لك دار هكاك بالعاني باش يتقوى. السلام عليكم، نحن شايفين لاغياف اتمار اردوان روش مفلطاش لتركيا. ברוך הבא לירושלים, בירת העם היהודי ובירתה של ישראל. אנחנו נחוש שביעות רצון כך. עם העם היהודי, עוד מאז המאה ה-15 ועד הלום. Türklerin münasebeti ortadadır. Yakasım şey Türkiye imamı Yudi, meyaza meyaz hamşe sıra, gülüyüm la ayın, brurim de kulam. Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın torunları olarak. Tamit tarmula şalom ve anakum ki nekaddim şel avutaynu şu tamit tarmula şalom. Biz de şimdi bir tarihi görev için yine buradayız. Nimtsayım kan şuv letovat matala historit. Temennim odur ki bunda başarılı olur. Ve ani meyakhel şenatsliyah gam bekhah. لكن يا دكتور إذا نحن بدنا نطلع فعلا مين يلي عم بيمرر صفقة القرن، طيب. هذا عمليا اتفاق بين السيد أردوغان
والإسرائيليين على عودة التطبيع بعد اتفاق بعد سفينة مرمرة في اعتراف بمدينة القدس. وأنا أراجع، أنا أطلب أي شخص يدخل على موقع زمان التركية حتى يرى هذا الاتفاق بأمي عيني. يا أخي أنا مش مختلف معك. أنا مش مختلف معك كلامك أوكي هذه. يا أخي أنا مش مختلف معك. أنا مش مختلف معك كلامك أوكي هذه. تعقب كل شخص قال وهل صادق أم كاذب، فلما نردد هكذا أكاذيب هذا عار علينا. أنا أرجو أن احنا جميعا نشكر تركيا المسلمة على وقفتها مع قضايا المسلمين. أراكم شفتوا يعني كيف رد المغضوب عليهم لما زار قبر هيرتزل ووضع الورود. دوك يجاوكم أمر عادي هدايا رئيس مسلم ونهار كومبلي هما يطبلوا له، والرئيس المسلم والرئيس المسلم وهو المسلم، كل الرؤساء تاع المسلمين كاع رجعوهم كفار، السيسي رجعوه كافر، بن سلمان رجعوه كافر، لكن أردوغان مسلم. أردوغان مسلم اللي زار قبر هيرتزل وضع الورود على قبر هيرتزل وشارون يقول له مرحبا بكم في القدس عاصمة الأمة اليهودية وإسرائيل. وراكم سمعتوا رد أردوغان يا ناس، قمة الدل والانحطاط. لو كان كاش رئيس واحد اخر دار كيما هذا الدنيا تتقلب، بصح كي دارها أردوغان معليش. علاش معليش؟ خاطش أردوغان راهو يتمسخر بالمغضوب عليهم، ولما يصبح قوي راهو رايح ينقلب عليهم، ينقلب عليهم راح ينقلب علينا احنا، ولا ما نكونش جايبين خبر. إذن نخلوكم تزيدوا تسمعوا فيديو أخرى إخواني. أنا ما أمينش المزرخ التقون نمتع بتعليق של עיצוב. המזרח התיכון היום איננו דומה בכלל למה שהיה לפני 10 שנים, ובעוד 10 שנים לא יהיה כמו שהוא היום. אני חושב שטורקיה וישראל והכוחות הקונסטרוקטיביים, השפויים, הרציונליים במזרח התיכון צריכים לשתף פעולה כדי להציל את המזרח התיכון לרווחת כל עמי האזור. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz. The second time, 2003, with the start of the US-led coalition forces war against the dictatorship of Saddam regime by opening its airspace with a governmental decision on 20th of March 2003. Since then, the coalition forces used Turkish airspace with more than 4,900 sorties. Furthermore, the Turkish parliament took on 17th October 2003 to send Turkish armed forces to Iraq to participate in the operation led by the International Coalition Forces. 5'den bu Büyük Orta Doğu projesine dayalı Arap Karakışı diyeceğim ben. Arap Bağrı'na Arap Karakışı. Karakışı diyorum. Bu sürecin sonrasında İsrail çok önemli mesafeler alacak. Ne olacak mesela? Bu sürecin sonrasında Kudüs'ü bölünmeksizin bir bütün halinde İsrail'in başkenti yapacaktır. Bak bunu yazın bir tarafa. İsrail orayı başkent yaptığı zaman da o birinci adım büyük İsrail'e giden yollar. Suriye parçalanınca oradan kiminle pay alacağını göreceğiz. Hani onun ne olduğunu söyleyeceğim. Hiç kimse şu Suriye politikasının mantıklı bir tarafını söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Şu Kudüs işini söyleyeceğim. Kudüs'e devam. Peki. Ve bugün İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bunu destekleyen, bu yolu açan, bunda en etkili olan isimlerden biri Sayın Erdoğan'dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs'ü başkent ilan ettiği zaman في اعتراف بمدينة القدس. وأنا أراجع، أنا أطلب أي شخص يدخل على موقع زمان التركية حتى يرى هذا الاتفاق بأمي عيني. يا أخي أنا مش مختلف معك. أنا مش مختلف معك كلامك أوكي وراكم سمعتوا الآن يعني بشهادة العميل فيصل القاسم، فيصل القاسم تاع الجزيرة، عميل كبير هذاك إخواني، هضرنا عليه أيضا سابقا، أنه وقع اتفاق بين أنقرة والقدس، واعترفت تركيا أن القدس عاصمة إسرائيل، هي الأولى اللي اعترفت بهذا الشيء يا خوتي، قبل ما يهدرها ترامب، هما الأولين اللي استعرفوا بها، واستعرفوا سابقا سنة 1949 الله أعلم، هما الأولين اللي استعرفوا أيضا بالمغضوب عليهم. قال يا خوتي وشنو هذا دوكاتيك؟ ولا حتزيد تقول لنا تانيك هذه داخله في الخطه؟
عندكم الحق. دوك انا صابر مشهور كي راهو يستغبي في الجزائريين ويتمسخر بالجزائريين وراهو يدير في الفتنه بين ابناء الوطن الواحد، وراهو نهار كومبلي ملي طلع ربي نهار يعني لما يتكلم على الجزائر ينتقد الرئيس تبون بطريقه غير مباشره، يدير في الفتنه بطريقه غير مباشره والناس راهي قاعده تتبع فيه. الان اخواني هذا مشروع الشرق الاوسط الجديد ودول شمال افريقيا، المشروع اللي طبقوا وما زال يطبق فيه أردوغان بحذافيره. هذا كلام أردوغان، ما تجوش تقولون رانا نكذبوا، لا قالها سابقا وما زالوا يعاود فيها والناس ما زالها تصدق في صابر مشهور والعملاء تاع أردوغان. الشرق الأوسط راكم تشوفوا حال سوريا وبعض الدول، وشمال إفريقيا ما يحدث في ليبيا. ناتو ليبيا يا مداخلة etmeli midir؟ böyle saçmalık olabilir mi ya؟ ناتو'nun ne işi var ليبيا؟ Bakın Türkiye olarak biz dedik ki biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Libya اللي الناس فهمت يعني لما سقطوا وقتلوا القذافي رحمه الله ولما تم إسقاط ليبيا المستهدف رقم واحد هو مصر. الناس فهمت هذا الامر في 2011. زيدوا قولوا لي تانيك بلي انا عامل تاع السيسي راح معليش جوز قولوا واش تحب ما عندناش مشكل، حنا عندنا الشجاعه باش نطرحوا الامور، حنا عندنا الشجاعه باش نقولوا الامور. انا ما رانيش نخمم على لي زابوني اخواني، حنا رانا هنايا باش نحاولوا نقولوا الحقيقه حبا لوطننا وحبا لولاد بلادنا. ما نخممش انا ربما راح نزعف هذا ولا راح نرضي هذا، حنا نحاولوا نرضي والله ولو يرضى علينا ربي سبحانه الناس راح ترضى علينا. لكن لو نثير سخط الله بالكذب ونطبلوا الواحد على حساب واحد ولا نخبيوا الحقائق التماتيك كلش راح يدور علينا. اذا عندنا الشجاعه نقولوا الامور. المستهدف رقم واحد من اسقاط ليبيا هي مصر، وقلناها الناس فهمتها في 2011 ومبارك الرئيس مبارك تكلم على هذا الامر منذ اكثر من 20 سنه، كان على بالوش راهم يوجدوا. وأيضا المستهدف من إسقاط ليبيا هي الجزائر، الجزائر اللي راهي داخلة في مشروع الشرق الأوسط الجديد ودول شمال إفريقيا لأردوغان هما كلفوه بهذا المهمة، راهي داخلة في الحساب إخواني. لولا الله سبحانه وتعالى ثم عمي الصالح ربي يرحمه والشعب الواعي والناس اللي وقفت مع بلادنا في وقت الشدة، اللي حنا الجزائريين وقفنا مع بلادنا اخواني باش نزيدو نتفاهموا مليح، حنا اللي وقفنا مع بلادنا خاطرش الكثير كانوا حابين يطيحوا لنا بلادنا التماتيك. لو كان الان مؤتمر برلين والمؤتمرات اللي راهي تندار رامي يهضروا على ليبيا والجزائر. اذا الحمد لله خاوتي لازم نحافظوا على بلادنا اخواني، لازم نردوا بالنا. حنا لما رانا نتكلموا هكذا على اردوغان ما راناش نقولوا باللي لازم قطع العلاقات التجاريه مع تركيا، رانا قلنا الشعب التركي شعب مسلم يبقاو خاوتنا. لكن باش يجي غبي كيما هذاك صابر مشهور يقول لك الرئيس المسلم اردوغان والسيسي عميل صهيوني وبن سلمان عميل، لا ما تفهموش هكذا، كيف تسمى كفرتهم خلاص خرجتهم من المله هذوك. واردوغان للتاريخ يشهد وكل شيء يشهد باللي يطبل معاهم والعلاقات التجاريه وكذا، رانا تكلمنا بزاف على هذه الامور اخواني. رئيس مسلم، حنا لا حنا نخلوا العلاقات تاعنا جيده مع كاع البلدان، حنا تهمنا شؤوننا، ماذا بينا تطور بلادنا، ماذا بينا الاقتصاد تاعنا يزدهر، اذا نتعاملوا مع السعوديه ونتعاملوا مع الامارات ونتعاملوا مع تركيا. لكن باش يجي يرجعونا باللي اردوغان هو الزعيم ولازم نشكروا تركيا ولازم نبقاو نشكروا تركيا، يا خوتي لا نكتفي بهذا القدر إخواني باش يكفينا الوقت نزيدو نديرو فيديو أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.